لكل متابعي الإخبارية السورية وين ما كنتوا، نهار جديد بتمنى يحمل معه أكيد كل الخير والسعادة لكم. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة، فبقوا أكيد برفقتنا وخلوا أكيد السعادة هي مفتاح لنهاركم. وصباح الخير يا زينب. يسعد صباحك سمر، كيفك اليوم؟ منيحة تمام، كيفك أنت؟ منيحة تمام. أكيد أنا كمان بدي صبح على مشاهدينا وين ما كانوا عم بيتابعونا، ونقلكم إن شاء الله تكون لمة اليوم مع العيلة على الإفطار كلها محبة وود. طبعا اليوم فقراتنا متنوعة وعديدة، أخبار من جميع المحافظات السورية، رح يكون للموسيقى حصة ضمن صباحنا، وأيضا الفن التشكيلي الطب التكميلي، ورح نحكي أيضا عن التعامل مع أطفال التوحد وشلل الدماغي وصلة الرحم بشهر رمضان الكريم. كل هالأخبار رح نشوفها أكيد لكن بعد الفاصل. أكيد سمر، قبل ما نبدأ بصباحاتنا بدنا نشكر مطعم قصر اللؤلؤ على استضافتنا وإطلالاتنا منه عبر شهر رمضان الكريم، وإضافة لمصممة الأزياء عليا الغبرة على العبايات اللي عم نطل فيها أيضا ضمن صباحاتنا. أكيد يا سمر، هلا حننتقل لمجموعة من الأخبار المنوعة، خلونا نتابعها ضمن هالتقرير. نبدأ جولتنا المنوعة لليوم مع فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لدلفين حديث الولادة وهو يلاعب أمه، وأظهر المقطع الدلفين الصغير وهو يحاول أن يلاحق أمه وهي تصطاد السمك. خبرنا التالي مع دراسة أمريكية جديدة كشفت أنه تناول عصائر الفواكه أمر سيء للغاية للصحة، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة، حيث قارن الباحثون لأول مرة عصير الفواكه مع المشروبات المحلات بالسكر مثل المشروبات الغازية، ووجدوا ارتباطات متشابهة للغاية. ووصف أحد الخبراء الدراسة بأنها مهمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطر من تناول كوب واحد من عصير الفاكهة بحجم 150 ملي يومياً. وحللت الدراسة بيانات 13440 شخصاً، وتم تسجيل استهلاكهم للمشروبات السكرية وعصائر الفاكهة عن طريق استبيان حول عدد المرات التي تناولوا فيها المشروبات. وخلال متوسط متابعة لمدة 6 سنوات كان هناك 1000 حالة وفاة لأسباب مختلفة و 168 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي. وبعد أخذ عوامل مثل السمنة في الاعتبار، زاد خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى كمية استهلاك بنسبة 11% بسبب كل 340 ميلي إضافية من المشروبات المحلات بالسكر، وزيادة بنسبة 24% لكل 340 ميلي إضافية من عصير الفاكهة المستهلكة. خبرنا الأخير بيقول عثر طلاب جامعيون على مجموعة من الأحجار الغريبة التي اتضح أنها حفريات بيض ديناصور نادرة وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية. وقال المصدر إن الطلاب وعددهم 4 عثروا على البيض المغطى بالطين الأحمر بعد تعثرهم في كتلة طينية،
أثناء قيامهم بنزهة عبر الريف الصيني قبل أن يسارعوا بإبلاغ أحد المتاحف المحلية في المنطقة. وأوضح أن الحفريات جرى وضعها في متحف في منطقة جيانغشي الصينية التي تعتبر مسقط رأس الديناصورات في البلاد بسبب عدد من الاكتشافات التي جرت فيها. سمر، هلأ رح نروح كمان نتعرف على معلومات وأخبار بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة وبكل يوم نتعرف عليها. هل تعلم بأنه أهمية الصوم تكمن بأنه بيساعد على القيام بعملية الهدم يلي بيتخلص فيها الإنسان من الخلايا القديمة والخلايا الزائدة عن حاجته؟ وهل تعلم بأنه الصيام بيسهم بالوقاية من الأورام؟ فالجوع بيحرك الأجهزة الداخلية بالجسم لمواجهة الجوع، مما يفسح المجال للجسم لاستعادة حيويته ونشاطه، وبيتم تجديد الخلايا وبالتالي الوقاية من الأورام. هل تعلم بأن الصيام أيضاً له دور في خفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاته، وبيتم ذلك من خلال إعطاء البنكرياس فرصة للراحة؟ فكلما زادت كمية الطعام زادت نسبة الإنسولين المفرزة، والشي اللي بيصيب البنكرياس بالإرهاق وبيعجز عن القيام بوظيفته، فبيتراكم السكر في الدم وبتزيد معدلاته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر. وهل تعلم بأنه بيرتاح قلب الإنسان نسبياً بحالة الصيام، لأنه نسبة 10% من الدم يلي بيدخل القلب بيروح للجهاز الهضمي؟ وأخيراً، هل تعلم بأنه الكلى بتقوم في فترة الصيام بالتخلص من السموم، فبتمنع الترسبات الكلسية يلي بتصير مع الوقت حصوة بالكلية أو أورام دهنية داخل الكلية؟ هلا يا زينب اكيد حننتقل للموسيقى وبسمه الابداع والتميز، ورح نبدا محطتنا الرمضانيه يلي وصلنا لها ونسلط الضوء على انشطه الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه يلي جرت مؤخرا بين اللاذقيه وحلب ودمشق، وشو الانشطه يلي عم يتم التحضير لها مع قائد الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه المايسترو ميساك بكبودريان. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح النور ورمضان كريم اكيد، وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. صباحك وكل عام وانت بألف خير. يعني شو هالهمة وشو هالوتيرة للفرقة من محافظة لمحافظة، إنجازات محلية وعالمية، ويعني أبرز حلب خلينا نقول، هلأ بما أنه حلب كتير بالواجهة ودائما حلب لحصة عندكم يعني، فخبرنا خبرنا عن حلب. كنا مشتاقين صراحة، يعني 7 سنين الحرب اللي مرت علينا كانت صعبة، لأنه قبل الحرب نحن كنا متعودين نعمل جولات بالمدن السورية، لأنه بالأخير اسم الفرقة السيمفونية الوطنية، فنحن ضروري نكون موجودين بكل مدينة بسوريا. فبما أنه صار الوضع أحسن، بما أنه صار في قدرة أنه نحن نسافر بأمان بفضل الجيش العربي السوري، بنوجه تحية كبيرة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير لكل جنودنا بكل سوريا. فقدرنا أن نروح على حلب، والسنة الماضية قدمنا أول حفلة لنا بعد الحرب في قلعة حلب. صحيح. بفعالية خفق الفؤاد. هالسنة كانت مناسبة مختلفة تماماً. بحلب أثناء الحرب ضل في نشاط موسيقي أنا بشوفه كتير مهم، وكتير مهم مو على الصعيد الثقافي بس، وإنما على الصعيد الإنساني والاجتماعي، لأنه هذا النشاط كان نشاط للكورالات. حلو. يعني كورالات معناتها مجموعة من الأشخاص عم بيجتمعوا مع بعض بالرغم من كل الظروف الصعبة ومن التهديد الموجود. فبالتالي في كورالين بحلب ضلوا عم مستمرين بالنشاط الموسيقي بالرغم من كل الصعوبات اللي كان عندهم اياها. واحد من الكورالات، كورال ناريغاتسي، كان مخطط انه يعمل حفل بالسنه الماضيه بشهر ايار بدمشق حلب، وكانوا محضرين عمل للمؤلف باخ، عمل موسيقى كلاسيكيه كثير صعب وبده فعلا شغل محترف لحتى يكون النتيجه منيحه. لكن للاسف قائد الكورال بحادث سياره على طريق ناصر توفى. فبالذكرى السنوية الأولى لوفاته حبوا الكورال إنه يقدموا هذا العمل بحلب، وطلبوا مساعدة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. طبعا ما كان فينا نقول لا، لأنه أول شيء واجب إنساني،
اضافه للواجب الثقافي اللي عندنا نحن. فرحنا على حلب وعملنا تدريبات معهم بحلب وقدمناها باربع ايار. بالنسبه لنا عن جد هي حاله انسانيه وحاله موسيقيه ثقافيه كثير مهمه كانت. اشخاص بالرغم من كل الصعوبات قدموا هذا العمل، حضروا هذا العمل. ما رح نقول انه في عندنا اختصاصيين بحلب، للاسف ما عندنا اختصاصيين بقياده الكورال، ولكن قدروا بالرغم من كل الصعوبات انه هن يحضروا هذا العمل بمستوى عن جد احترافي عالي. وهذا الشيء خلانا نحن كموسيقيين نتفاعل اكثر. يعني شفت اعضاء الفرقه كيف عم يتجاوبوا اكثر مع الكورال، وعن جد طلعت النتيجه منسجمه مع بعض، وبتخيل قدمنا شيء لطيف لجمهور حلب بعد الغياب الطويل اللي كنا موجودين فيه. فبدي وجه تحيه للكورال، لهم يعطيهم العافيه، شكرا كثير لهم لجهودهم. ان شاء الله بيكون في فرصه انه يجوا لدمشق ونقدم هذا العمل بدمشق لجمهور دمشق، يشوف جمهور حلب او اشخاص حلب شو كانوا عم بيعملوا اثناء الفتره هي بالحرب. اكيد هلا بعد حلب رحتوا على اللاذقيه، خلينا نحكي كيف كان الحفل وكيف كان التفاعل وشو عملتوا بالحفل، النشاط كيف كان معكم؟ اللاذقيه كان نشاط مختلف. باللاذقيه في عازف اردن ايطالي اوجينيو ماريا فاجاني اللي صار عاشق لسوريا وصار زار سوريا بهالفتره الحرب اكثر من مره، وعزف مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه بمسرح الاوبرا بال2016 بالايام الصعبه اللي عشناها. فاستضافوه باللاذقيه ليعزف على آلة الاورغن الموجوده بكنيسه اللاتين باللاذقيه. طبعا نحن كلنا تفاجئنا انه في آلة اورغن موجوده باللاذقيه انه عندنا بدمشق عندنا آلتين، بس بعدين تفاجئنا انه في بحلب آله والحمد لله انه ما تضررت بالحرب، وفي آلة ثانيه باللاذقيه. فطلب انه نطلع ونشارك معه احتفاليه مرور 300 سنه لوجود الرهبان الفرنسيسكان بسوريا باللاذقية عفوا. ورحنا لكمان سببين. سبب مشتاقين للاذقية، اكيد صرنا زمان ما عملنا حفلة باللاذقية، والسبب الثاني لحتى نعرف جمهور اللاذقية على هالآلة الموجودة عندهم. يعني هو كان ممكن يعمل حفلة لحاله، يعزف لحاله على آلة الأورغن، ولكن هو حب انه نكون موجودين نحن. فهو كان قاعد فوق بالبلكون لانه الآلة بتكون موجودة فوق، نحن كنا قاعدين تحت وكنا عم نعزف مع بعض. فكمان عشنا لحظات حلوه مع جمهور اللاذقيه، ورده الفعل كانت كثير حلوه انه نحن متفاجئين بوجود الاله. حبينا هاي الحاله الموسيقيه الموجوده، وان شاء الله يكون في عن جد في حفلات اخرى وبرامج اخرى للفرقه السيمفونيه نكون باللاذقيه. اكيد كان في عازفين روس بدمشق معكم؟ هو بصراحه 2019 كان حافل يعني من بدايتهم، لانه بعد الانغلاق اللي عشناه، بعد الحصار اللي عشناه لمده طويله، قدرنا خلال هالاشهر القليله انه نكون مثلا باللاذقيه بحلب نستضيف عازفين من روسيا. عازف كمان نيكولاي ماناغاتسي وزوجته باكنينا كسينيا باكنينا عازفت فيولا. هن اجوا على مركز الفنون البصريه بشهر شباط وعزفوا مع آلة البيانو. فوقت التقينا هنيك طلبت انه شو رايكم انه تيجوا تعزفوا مع الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه. هو كان في اتصال كمان عن طريق زميل لنا اسمه اغياد منصور انه يعملوا حفله بالاوبرا، فقلنا تعالوا نجمع كل الافكار الموجوده وكل الحاله الموجوده لحتى نقدم العمل الكونشيرتو الكمان للمؤلف تشايكوفسكي مع الاوركسترا. فتحولت حفلة من حفلة كمان وفيولا مع آلة البيانو لحفلة كمان وفيولا مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية. كانت فرصة أن نقدم هذا العمل كونشيرتو الكمان لتشايكوفسكي اللي صرنا آخر مرة عزفناه بال2000 بقصر المؤتمرات بقيادة الأستاذ نوري الحيباني. فبعد 19 سنة نرجع نقدم هذا العمل، وهو عمل فيه تحدي كثير. يعني في تحدي للعازف المنفرد، في تحدي للفرقة، وخاصة انه العازف اجى قبل بيوم من الحفلة، يعني ما كان بيقدر، ما في وقت، ما كان عنده الوقت الطويل لنعمل تدريبات مع بعض. فوصل السبت احد عملنا التدريبات، التنين عملنا التدريب، والتنين المساء كانت الحفلة. هلا مايسترو، اذا بدنا نعرف شو هي القيمة المضافة يوم يجوا عازفين من جنسيات وجغرافيا مختلفة، شو برأيك؟ هلا أول شيء في شيء إنساني. نحن وقت بنشوف في عازفين من العالم عم بيجوا لسوريا عم بيعطونا محبه،
فمنحس انه نحن مو لحالنا. فبالتالي تنخلق عنا روح جديدة. من ناحية الموسيقية الشيء المهم انه في احتكاك، في افكار جديدة، في رؤية جديدة للأعمال. فنحن وقت نشوف العازف كيف عم بيعزف بيصيروا عازفيننا بيحاولوا يقلدوا او يحاوروا معه موسيقيا، فبالتالي بتتحول وجهة نظرهم للعمل هذا لشكل مختلف بتماشى مع وجهة نظر العازف المنفرد هو شو عم بيقدم. فبالتالي بنخلق حوار بين العازف المنفرد والأوركسترا. هذا الحوار بيتغير حسب العازفين، ففي وجهة نظر مختلفة، في طاقة إيجابية للعازفين، وفي احتكاك موسيقي عم بينخلق نتيجة لهذا التواجد، سواء مع الأورغن وقت كنا باللاذقية أو كنا مع العازفين الروس. وهذا شيء كتير مهم للموسيقي. يعني احنا للأسف ما عم بنقدر يكون عنا احتكاك مع الموسيقيين بالعالم، ما عم نقدر نسافر لحتى نشوفهم كفرقة وهن يجوا لعنا. فهلا بلشت تتحرك يعني، وفي عنا مخططات جديدة. في عنا هلا قائد أوركسترا برازيلي مع عازف بيانو برازيلي جايين لعنا بشهر 6 كمان يشتغل مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لحتى بيعطوا وجهة نظرهم ويصير في عنده تبادل ثقافية جديدة للعمل كمان. يعني للأعمال الموسيقية اللي نحن ممكن نكون قدمناها، لأنه في أعمال نحن مقدمينها من أول، ولكن في وجهة نظر مختلفة بتكون، طريقة أداء مختلفة، روح جديدة بتنعطى للعمل. ممكن تبادل الثقافات وترسيخ، لأنه الموسيقى هي لغة الشعوب، وخاصة أنه مثل ما قلت يمكن الفرقة السيمفونية ما كتير عم تقدر تسافر مثل الأول، فحلو أنه يكون في من جنسيات تانية أيضا بالفرقة. خبرنا مايسترو عن أنشطتكم القادمة، شو محاضرين جديد هلأ؟ في حفلات جديدة، في مفاجآت؟ أنت دايما معودنا على المفاجآت. هلأ مفاجآت كثير، مثل ما قلت في قائد أوركسترا من برازيل جاي رح يقدم مقطوعات برازيلية إضافة للسيمفونية السابعة لبيتهوفن. رح يكون عازف بيانو برازيلي جاي بده يعمل ورشة عمل بالمعهد العالي للموسيقى لطلاب المعهد، وهذا شيء كتير مهم كمان انه العازفين المنفردين اللي عم بيجوا عم بيعملوا ورشات عمل لطلابنا. العازفين الروسي اللي اجوا عملوا ورشة عمل برغم قصر الوقت اللي اجوا فيه عملوا ورشة عمل لطلابنا. ففي عنا قائد اوركسترا برازيلي وعازف بيانو برازيلي باخر شهر 6 بدار الاوبرا. في مشروع جديد قيد الطبق فينا نقول بشهر 9، بنهاية 9 بدنا نقدم عدة قادة أوركسترا مع الفرقة السيمفونية الوطنية حفل تحت شعار تضامن مع الشعب السوري. نستضيف عدة قادة أوركسترا. بشهر 10 رح يكون عنا حفل مع قائد الأوركسترا السوري المغترب أستاذ نوري الحيباني اللي هو من الجيل القديم من الموسيقيين السوريين، ورح يحتفل 80 سنة عيد ميلاده، يعني 80 رح يحتفل مع الفرقة السيمفونية الوطنية بدمشق، رح نقدم أعماله العمر كله. هلأ إذا بدنا نحكي عن مقطوعات الفرقة السيمفونية الوطنية، تعتمد على الموسيقى العالمية ولا بقلبها في عمل هامش إبداعي؟ شو برأيك؟ هلأ إضافة للأعمال العالمية اللي رح نقدمها، مثل ما كنت عم بقول عن أستاذ نوري الحيباني رح نقدم أعماله. في كتير أعمال كاتبها أستاذ نوري هي موسيقى سورية، يعني مستلهمة من تراثنا، في ألحان مستلهمة من تراثنا، في ألحان هو من تأليفه فيها النكهة السورية. فحنقدم هاي الأعمال بصيغة أوركسترالية، هو شيء كتير مهم أنه نحن كيف فينا نحكي نفس اللغة العالمية للمؤلفين يلي مثل بيتهوفن مثل موزارت، ونقدمهم بنكهة سورية الأعمال هاي، ولكن بلغة أوركسترالية، لغة سيمفونية. وهذا الشيء عم بيساعدنا كمان وقت عم سافر مثلا لمشاريع دولية أنه أخذ معي الأعمال السورية لحتى نورجي للعالم أنه نحن عنا هاي اللغة. يعني تبادل الثقافات، أنه حلو يكون عنا تراثنا نحن، أكيد كل شعب عنده تراثه طبعا، وهذا الشيء خاص فينا نحن بنحافظ عليه ومنقدمه بشكله اللائق للعالم. ولكن بنفس الوقت في شيء له علاقة بالموسيقى العالمية، بالتراث العالمي، بالأدب العالمي الموسيقي، أنه كيف نحن عم نحكي هاي اللغة وعم نقدم أعمال موسيقية سورية ولكن بلغة عالمية، في النكهة السورية ولكن بلغة عالمية. أكيد متشكرك كتير لوجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح لك ولكل أعضاء فرقة السيمفونية الوطنية السورية. شكرا لك. شكرا كتير لكم، كنا عمتوا بخير ورمضان كريم، نعد علينا بأيام أحلى.
أكيد. وأنا كمان بدي أشكرك مايسترو وأشكر الفرقة السيمفونية أيضا على جهودها، وإن شاء الله هيك دائما بيكون في نشاطات موسيقية، لأنه كتير نحن بهذا الوقت بحاجة للموسيقى. بتعرف هي دائما يمكن هي الشيء هذا اللي بيهدي النفس عنا، فنحن كتير بحاجته. جرعة أمل، جرعة أمل تماما، جرعة أمل، كلنا بحاجة علاج. كلنا بحاجة أكيد. شكرا لك مايسترو. شكرا لكم. هلا هلا سمر، رح نبقى باجواء الفن لكن بالجانب التشكيلي، حيث شهدت صاله الرواق المعرض الفني على طريق القدس الذي اقامه الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين فرع سوريا بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين بسوريا. تفاصيل اوفى بالماده التالية. أهمية هذه المعارض بأنها توثق هذه الحالات، توثق هذا التراث، توثق هذا التاريخ، توثق هذه البطولات، وأيضا تساهم في تكريس هذه الصورة في الذاكرة الجماعية. كما تعلمين العدو يعمل على محو الذاكرة الجماعية، محو الذاكرة الوطنية من خلال محاولة تكريس أو استزراع نمط ثقافي أو فني يعبر عن هوية المكان. اليوم من خلال هذا الجهد الذي قامت به فنانات وفنانين فلسطينيين وسوريين أيضا، بالتأكيد هناك عمل يبرز الهوية الفلسطينية، التراث الفلسطيني، وأيضا يبرز حالة الأمل عند أبناء فلسطين بالعودة والتمسك بالأرض. حاولنا نعرض بهالمعرض عدة مراحل اللي بتعبر عن صمود شعبنا الفلسطيني وصمود شعبنا السوري. يعني ربطنا بعض زملائنا الفنانين التشكيليين السوريين كانوا مساهمين معنا، لأنه نحن وحدة واحدة في كل عملنا. فكان هذا المعرض اللي هو شاهد على العصر، نقدر نقول أنه عرضنا الحفاظ على التراث هو جزء من المقاومة، البندقية مقاومة، اللوحات التي تعبر عن النضال بشكل عام هو جزء من المقاومة. فكانت المقاومة هي العنوان الأبرز في هذا المعرض. هذا المعرض يقام بمناسبة ذكرى النكبة بعد 71 عاما، يؤكد الفنانين الفلسطينيين والسوريين التزامهم بالقضية المركزية، قضية فلسطين. وهذه اللوحات التي شاهدناها تعبر عن الانتماء، عن الارتباط بالوطن، عن الترابط الوطني والقومي بين فلسطين وسوريا، تعبر عن الإرادة الحية لدى الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. لوحتي هي بتحكي عن ألام المنطقة، ألام منطقة بلاد الشام اللي هي بالنهاية أرض واحدة. بحكي عن الحرب السورية اللي تناولت هالأرض هاي، وبحكي عن الرموز الآشورية والكلدانية ومدى تمسكنا طبعا احنا بحضارتنا. زينب، حننتقل لمحطتنا التالية لعالم الطبيعة واللون الأخضر وخيرات الأرض السورية، ورح نتعرف على بعض الأعشاب التي ينصح بأن تكون حاضرة معنا خلال شهر رمضان المبارك. معلومات أكيد رح يخبرنا عنها الدكتور شادي الخطيب. يسعد صباحك رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي، وكمان يسعد صباحك ورمضان كريم. جميع، وطبعا رمضان فرصة لاستخدام الأعشاب الطبية، وخاصة فترة اللي نحن بنكون فيها نقدر نستخدم هالمستحضرات، بتخفف لنا الأعراض الجانبية المرافقة لاستخدام كميات كبيرة من الطعام. وبالتالي يعني لازم نحن يكون في عنا نوع من تنشيط للهضم، وأيضا في حالات خمول وتعب بعض الأحيان فممكن على السحور نستخدم بعض أنواع الأعشاب لتساعدنا لحتى نقضي اليوم بشكل يكون فعال.
نعم يعني جاوبتنا عن أول سؤال بدنا نسألك إياه. خلينا نحكي شوية، يعني شهر رمضان بصير فيه كتير من تنوع بالأكل، خلينا نقول بين قوسين التخبيص، يعني إنه ما عاد أصناف مختلفة من الطعام، والواحد ما بيعرف ينظم يمكن وجباته، بتغير كل نظامه الغذائي. تمام. مشروبات كتيرة خلال شهر رمضان، منها اللي بيحتوي على سكريات ومنها المفيد. خلينا نتعرف شوي على بعض الأخطاء الشائعة قبل ما نبلش نحكي بشو جايب لنا اليوم بشهر رمضان. حقيقة أول شيء نحن المشروبات السكرية وكميات كبيرة منها عم بيكون لها تأثير سلبي جدا على خلينا نقول الوزن أولا. نحن اليوم يعني شائع جدا بمجتمعاتنا هي المشروبات السكرية اللي يعني جزء من تقاليد رمضان. طبعا نحن شوربة العدس كمان، وجود كمية من البقول أثناء يعني وجبات الإفطار قد يكون له أثر في بعض، يعني بعض الإفطار بيعمل لي نفخة، ممكن يعملنا مشاكل كولون، وخاصة في كتير من السيدات بيعانوا من المشكلة. وأيضا عم بيكون في عنا مشكلة أخرى اللي هي التخمة وصعوبة الهضم نتيجة يعني كميات كبيرة من الطعام يعني ضمن فترة كتير صغيرة، وما عم بيكون في تنظيم لا يعني إدخال هذه الكميات بشكل يساعد الجسم على الهضم. لذلك يعني يأتي هنا أهمية استخدام نباتات طبية ممكن بعد وجبة الإفطار للتخلص من الحالات العسر الهضم عم تكون. الحقيقة عم يكون في عنا كتير نباتات سورية مميزة بهالاتجاه، يعني نحن عم نحكي عن استخدام على سبيل المثال المليسة، نبات مهم جدا بيخفف من حالة التشنجات الهضمية. الكمون كمان نبات مهم جدا، ممكن نحن نعمل توليفة من المليسة والكمون والنعنع. هاي التوليفة هي بتساعدني بشكل جيد جدا على تخفيف حالة عسر الهضم بعد الطعام، والمساعدة في التخلص من إذا في عنا حالات مثلا نفخة وغازات وتطبل بطن، بالإضافة أنه هي مهضمة وبالتالي نحصل على تأثير مهم. لازم ننتبه من عرق السوس، مهم جدا وفعال وله فوائد، ولكن الإكثار منه عند البعض عم بيكون في عنا مشاكل ضغط ومشاكل احتباس سوائل، لذلك بدنا ننتبه لاستهلاك كميات محددة منه. ومثل ما بلشت أنا الحديث عن موضوع المشروبات السكرية، يعني ممكن نستفيد من النبات اللي نحن عم نحضر منه أو من الفواكه اللي عم نحضر منها المشروب، بس خفف شوي السكريات اللي إلها دور سلبي، وخاصة عم يتم استهلاك كميات كبيرة جدا أثناء فترة الإفطار. إذا شربوا شو اسمه، لأنه كل العالم عم تشرب المشروبات السكرية، إذا شربوها بعد الإفطار أكيد هدول اللي حكيتهم المليسة بإمكاننا ناخذهم نحن بعد الإفطار، بتروح التخمة وبتروح الانزعاج. تمام. هلا معنا مجموعة من الأعشاب مثل الحلبة وإكليل الجبل وحتى القهوة الخضراء، شو معنا؟ خلينا نحكي عنهم وحدة وحدة شو فائدتها. حقيقة يعني نحن في عنا كذا نوع من الأعشاب اللي يعني ضمن سياق حلقاتنا اللي عم تم تغطيته. اليوم حبيت نحكي عن نبات الزلوع، حقيقة نبات مهم جدا. شرش الزلوع نبات ينمو بسوريا، إدارة المشاريع الإنتاجية بوزارة الدفاع محضرة مجموعة من المنتجات من الزلوع. تمام. سواء نحن عم نحكي عن استخدام الشرش مع يعني العسل موجود بعسل الزلوع، كيف ممكن نستخدمه؟ يعني نحط مي ونحطه ونغليهم مع بعض وبعدين عسل؟ نحن في عدة طرق لاستخدامه. مثل ما قلت لك أنا في إمكانية لاستخدامه ضمن العسل نفسه، وهذا بيعطي عسل منشط عم تحضره إدارة يعني الإنتاجية، بالإضافة إنه في عنا نحن أنواع تانية اللي هي بشكل كبسول موجود، ممكن استخدامه بشكل مسحوق، ممكن استخدامه بشكل منقوع. طبعا الزلوع نبات اسمه فيرولا هارمونيكا، نبات مهم جدا منشط عام، وايضا له فعاليه منشطه للجنس حسب دراسات عملت بسوريا. طبعا يعني يعتبر من النباتات اللي خلينا نقول تتنوع وتختص بها سوريا في بعض المناطق ولها فوائد مهمه جدا. بالنسبه لنبات الجينكو بيلوبا، هو نبات ليس سوري ولكن موجود بكثرة في الصيدليات. كمان الجينكو تمام، هذا ورق الجينكو، ورق الغار يشبه الشكل طبعا، ولكن فعاليته مختلفة. هو له دور مضاد للأكسدة، منشط للذاكرة، وخاصة أيام امتحانات الجامعات وهيك بيستخدموا نبات يعني الجينكو بيلوبا. تمام. إما بشكل شايات في شركات كتير عملته، أو بشكل كبسولات كمان في شركات موجودة بالصيدليات. نبات الجينكو بيلوبا مفيد بكذا قصة، أولا منشط للذاكرة، ثانيا مضاد
خليني أقول الأكسدة ومشاكل المرتبطة بتشكل الجذور الحرة، وبالتالي بيساعدنا على يعني التخلص من أعراض الشيخوخة، إضافة له دور باستخدامه الأشخاص اللي عم يصير في عندهم مشاكل سكرية مرتبطة، يعني عنده سكري وبلشت معه مشاكل أخرى سواء بالقدم السكرية أو بصعوبة الرؤية، فممكن يساعدهم بشكل كتير مهم. بالإضافة إنه هو له دور يعني لإطالة عمر الخلايا، فحتى تطبيقه موضعيا بيساعدنا يعني الحفاظ على بشرة نضرة والحفاظ على جسم يعني أقل ما يمكن من تفاعلات الأكسدة والتخرب الخلوي نتيجة دور هذا النبات المهم. والحقيقة هذا النبات يعني اكتشف بالصدفة نتيجة أنه يعني هو مستخدم منذ القدم، ولكن دوره المضاد للأكسدة كان نتيجة أنه هو الوحيد اللي بقي بعد الانفجار النووي، فبقي هذا النبات ينمو باستمرار، وبالتالي هو عنده قدرة على مقاومة هذه الظروف الصعبة من خلال المواد المضادة للأكسدة، فيه مواد الجينكوليدات والفلافونويدات التي لها دور مهم جدا. أيضا في نبات إكليل الجبل يماثل الجينكو بيلوبا ولكن نبات سوري، يعني هو قادر على أن يساعد كمضاد للأكسدة، يخفف من حالة التخرب الخلوي، منشط عام للجسم، منشط للذاكرة، ممكن استخدامه مع المتة، ممكن استخدامه حتى له دور في وقاية الكبد، ممكن استخدامه ضمن الشاي مع إكليل الجبل، ممكن أن يستخدم بشكل كبسولات موجود بالصيدليات. طبعا حتى زيت إكليل الجبل له فائدة مهمة جدا بالتطبيق الموضعي، يعني بيساعد على زيادة الدوران بالمنطقة، وبالتالي الدوران الدموي يساعدنا على التخلص من السيلوليت وبعض المشاكل الجلدية المترافقة بذلك. نبات طبعا القهوة الخضراء الجرين كوفي، يعني هو من النباتات الحقيقة اللي أصبح شائع الاستخدام ك يعني جزء من خطة الحمية وجزء من خطة التخلص من السيلوليت، منشط لاحتوائه على الكافيين، أيضا له دور مهم جدا في تنشيط الذاكرة عند الطلاب، ممكن استخدامه، ممكن استخدامه أيضا للسيدات والنساء اللي عم يعملوا حميات، وهذه الحميات بحاجة إلى طاقة لحتى تحافظ على الحمية وتقدر تستمر فيها، فيمكن استخدامها. ممكن نشربها شرب نحن يعني منقوع، ممكن نطحنها وناخدها، طبعا هي قبل ما تتحمص تحتوي على كميات جيدة من بعض الحمود الفينولية، وهذه تساعدنا طعمتها مثل طعمة القهوة ولكن غير يعني بدون الروستد، بدون طعمة يعني ليس بطعمة القهوة، في نوع من القهوة بيشربوها بالسعودية هي قهوة هيل، فقهوة الشقرة بيسموها، فهي بتشرب يعني بتشابهها بالطعم. ممكن نحن تكون مشروبنا يعني سواء إذا حبينا نحطها مع مشروبات تانية، ممكن يعني مع مركبات تانية، أو نسحقها كمسحوق ونستخدمها مباشرة كمان ممكن تعطينا نتائج مهمة جدا. يعني ممكن نستخدمها بعدة اتجاهات، في منها كبسولات بالصيدليات كمان ممكن استخدامها في تدبير الوزن، تخفيض الوزن، منشط عام، مضاد للسيروليت، وأهم شيء التخلص من تراكم الدهون بمناطق معينة بجسم البطن والورك والأرداف، بيساعد بشكل جيد. الحلبة طبعا على النقيض، حلبة تعتبر من نباتات اللي هي فاتحة للشهية، تساعدنا بزيادة الوزن، الأهمية أيضا باحتوائها على يعني مركبات مرة تساعد في تخفيض نسبة السكر في الدم، لها دور أيضا استروجيني، هي ونبات اسمه فول الصويا، وبالتالي بيساعدونا للسيدات اللي عم يصير عندهم انقطاع بالطمس وما نسميه سن الحكمة، اللي هو مترافق بهبات ساخنة وباردة ومترافق بنقص كمية الأستروجين، تعتبر معوض ممتاز لهذا الموضوع. أيضا ممكن استخدامها لا يعني بعدة أشكال، سواء كمسحوق بس طعمه مر، بالعادة توضع مع مع شيء سكري مثل المربى أو مع العسل لحتى نتجاوز طعم مر، أو ضمن كبسولات كمان متوفرة بالصيدليات، وممكن استخدامها حتى بتطبيق الموضعي، زيت الحلبة يطبق موضعيا للعناية بالبشرة. طبعا هي يعني كوكبة من النباتات اللي ممكن نحن نستخدمها. الحقيقة نحن اليوم إذا عم نحكي عن رمضان بالذات عادة بيصير في عنا مشكلة، هي موضوع زيادة الوزن اللي هي يعني مزعجة كتير لكتير من يعني اللي عم بيحاولوا يعملوا دايت بس عم بيصير في زيادة. شهر رمضان حقيقة فرصة لإنقاص الوزن، بس لازم نعتمد آلية بأنه إحنا الأطعمة اللي عم ناخدها
ما تكون كتير يعني غنية بالسكريات، حتى ولازم يكون في بروتين قليلة، وحتى المشروبات يعني. هلا نحن المشكلة الحقيقية عم يتم يعني خلال فترة الإفطار إدخال كميات كبيرة من الطعام، تمام، وهذا ما هو صحي. نحن المفروض يكون في عنا كميات معتدلة، نركز على الألياف، الألياف مهمة جدا، لازم تكون حصة غذائية موجودة بوجباتنا. لازم يكون في عنا يعني مركبات أيضا تساعد على التخلص من يعني مشاكل الهضم. بدي أضرب مثال مهم جدا عندي، الكتان. الكتان، بذور الكتان مهم جدا ومفيد بشهر رمضان. نحن ممكن نستخدمه مجروش، الكتان ممكن مسحوق ويتم سفه بشكل صفوف أو بشكل كبسولات أو زيت الكتان. أهم مركب هذا المركب اللي ممكن يخف يعني يساعدنا على تخفيض الدهون وتخفيض الوزن أيضا خلال شهر رمضان، واستخدامه سهل وآمن وما في عنا مشكلة فيه، وهو ملين لطيف لا يؤثر على حركة الأمعاء، وبالتالي بيساعد الأشخاص على التخلص من الطعام المهضوم قبل ما يتم الاستفادة منه بالكامل. أكيد دكتور شادي، متشكرك على المعلومات القيمة والمفيدة. لكل حد عم يتابعنا أكيد استفادوا من هالمعلومات، وإن شاء الله من اليوم يتبعوا النصائح تبعك. إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. أكيد شكرا لك دكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. شكرا لكل النصائح اللي عطيتنا إياها. شكرا لك. أما هلأ سمار راح نروح أيضا على أجواء مميزة بتشهدها مختلف المناطق السورية بأيام الشهر الفضيل، ولمساتها رمضانية أصبح التراث عم بيميز كل مكان سوري. خلونا نترافق مع مراسلنا مصطفى كوسا لنبل والزهراء ونشوف الأجواء هناك. يحل شهر رمضان الكريم، شهر الخير والعطاء، بأجوائه وطقوسه السورية المميزة. هنا في ريف حلب في مدينتي نبل والزهراء، الأهالي استقبلوا الشهر بشوق وفرح، حيث وجهوا المعايدات للسوريين وتمنوا أن تكون سنة خير وأمان وسلام على كامل المناطق في بلدهم. بنقول للشعب السوري كل عام وانتم بخير، شهر رمضان شهر الرحمة والبركة، ونتمنى إن شاء الله يعم السلام بكل أرجاء العالم وخصوصا ببلدنا سوريا. وأنتم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ندعو الله أن يكون هذا الشهر الفضيل هو شهر مغفرة ورحمة وتسامح ومحبة بين جميع، وإن شاء الله سنة خير وبركة على كل الأمة الإسلامية وعلى كل الشعب الإسلامي، وإن شاء الله برجوع أدلب للشعب العربي السوري والجيش العربي السوري. تغب فرحة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الشهر الفضيل، حيث وجه الأهالي المباركة له وتمنوا الخلاص من الإرهاب. كما أكدوا أن حركة الأسواق مقبولة في الشهر الفضيل، حيث تتواجد الحلويات والمشروبات الخاصة بهذا الشهر المبارك. يعودوا كل الأخوة اللي برا سوريا، يعودوا للوطن الغالي لحضن الوطن، ومنبارك للجيش العربي السوري الانتصارات بهذا الشهر الكريم، وإن شاء الله بيكون انتصار يعني ساحق لكل الإرهابيين ولكل التكفيريين اللي عبيأزوا المستضعفين اللي موجودين في هذا البلد. كل عام وبلدنا بخير، وإن شاء الله بينعاد علينا السنة الجاية وسوريا كلها محررة من رجل الإرهاب. والحمد لله الأجواء منيحة ومريحة، والأسواق شغال الحمد لله نسبة ما يعني مو إني 100% مثلا 70%، الحركة كويسة والحركة منيحة ماشي هون الأسواق وكتير كويسة، وإن شاء الله عقبال كل سنة، وإن شاء الله سنة الجاي لسه الأمور أحسن من هيك أفضل من هيك. رمضان أهمية خاصة تميزه، فهو شهر المغفرة وصلة الرحم، حيث تعم فيه حالة من الخصوصية يتميز بها المجتمع السوري عن سواه في الشهر الفضيل. من نبل والزهراء مصطفى كوسا، الإخبارية السورية. سمار، ضمن صفحات شهر رمضان الكريم اللي عم نقلبها بسوريا والمشهد الرمضاني النابض بالحياة، رح نتعرف اليوم أيضا على أنشطة بيت الإبداع اللي عم تتنوع لتشمل الدمج مع أطفال الشلل الدماغي وتحافظ على صلة الرحم مع المسنين. لنتعرف أكثر على هالأنشطة بسرنا نرحب
بنسور عصام صافية مديرة بيت الإبداع ومدربة تنمية ذاتية. رمضان كريم وصباح الخير. يسعد صباحكم ورمضان كريم علينا وعلى الجميع، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. ينعاد عليك أكيد ورمضان كريم. بالبداية نسور، بدنا نعرف أكيد شو هو نشاط بيت الإبداع، وحكي لنا عن الدمج اللي صار مع أطفال الشلل الدماغي، فينا نحكي عن الاثنين. مركز بيت الإبداع هو مشروع محتضن ضمن حاضنة الأعمال SEBC. نشاطات هذا المركز هي رعاية الطفل ورعاية المرأة والشباب. ففي عنا معدة مخططات نحن بنحطها من أول الشهر، فبتكون يعني لقيمة معينة أو لأهداف معينة نحن لحتى نصل إلها. بنعمل خطة عمل بداية كانت مع مركز الشلل الدماغي بالتشارك مع مركز الرعاية والشلل الدماغي. كان في عنا عملية دمج بين أطفال مركز بيت الإبداع وأطفال مركز الشلل الدماغي عن طريق نشاطات كانت لتفعيل الذكاءات اللي هي موجودة عند الإنسان فعليا. يعني هلأ نحن مثل ما بنعرف أنه كل الأشخاص في عندهم ذكاءات 8 أو 9 أو 10 ذكاءات، ولكن المفعلة عندهم 3. نحن حاولنا من خلال هذا الدمج نفعل عدة ذكاءات من خلال هاي النشاطات. فكان أول ذكاء فعلناه هو الذكاء المكاني والذكاء البصري والذكاء الجسماني من خلال مسرحية قام فيها أطفال بيت الإبداع لأطفال مركز الشلل الدماغي. بعدين فعلنا كمان الذكاء الموسيقي من خلال أغاني قام فيها أطفال مركز بيت الإبداع بالتشارك مع أطفال مركز الشلل الدماغي. كمان فعلنا فيها الذكاءات اللغوية، فعلنا فيها عدة ذكاءات هدول الأطفال. بعدين فعلنا كمان الذكاء الفني عند الأطفال من خلال الرسم، هي عبارة عن تفريغ طاقاتهم لهدول الأطفال. بصراحة كان في أهداف نحن محددة حطيناها لهذا العمل. أول شيء لحتى نعمل عملية دمج بين الطفل العادي والطفل ذوي الهمم من خلال نشاطات حركية، من خلال نشاطات فنية. ثانيا لحتى يتعرفوا الأطفال اللي هن العاديين كيف يتخطوا صعوبات الحياة اللي هي فعليا ما لها صعوبات ولكن ممكن عقبات نحن نذللها. أي شيء نحن نتعرض له بالحياة العادية لازم يكون في خطوات لتسهيل هاي العقبات. ما في شيء قدامنا يكون في صعب. نحن مكملين بالتعليم، مكملين بكل شيء. عقبات نحن حتواجهنا بهاي الحياة نحن حنكون ندللها وتكون سهلة بالنسبة لنا. نعم، يعني إضافة للنشاط دمج أطفال الشلل الدماغي أو ذوي الهمم مع الأطفال بيت الإبداع، كان في جانب إنساني تاني بحت هو زيارة المسنين بدار السعادة. يعني دائما الكبير بالعمر ذكريات محفورة بباله لمة العيلة، بحس بقلبه بالمناسبات ما يكون في حدا عم يتذكره بكلمة. فخبرينا على هالنشاط الحلو، شو كانت هيك المشاهد، يعني ردود الأفعال على الكبار هناك. هلأ حقيقة نحن وقت حطيناها ضمن خطة العمل فكان انه نحن طب شو حنعمل هنيك، شو ممكن نساوي، شو ممكن نقدم لهم. فلقينا انه ممكن نقدم لهم ذكرى بسيطه تم معهم انه نحن بهاليوم هاد كنا معكم، كنا متذكرينكم، رح نتم معكم. وطلعنا بمخرج انه نحن كل فتره وفتره رح يكون في لنا زياره لدار المسنين. بالنسبه لانطباعات السيدات او الرجال اللي كانوا بدار المسنين كانت انطباعات رائعه جدا. اخذنا منهم نصائح، اخذنا منهم عبر، اخذنا منهم شغلات كتير 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 رائعة قدموها كمان للأطفال والسيدات اللي كانوا معنا من خلال الزيارة اللي قمنا فيها. كانت عن جد رائعة جدا، وطلعنا بمشاعر عالية جدا من الخطط المستقبلية يلي نحن شو ممكن نقدم لهم، كيف نحن ممكن، شو بدنا نساوي وقت نحن نصير بعمرهم، شو ممكن. هذا سؤال كل العالم تسأل، أنا بس أكبر يعني معقول بيوم الأيام نحط بدار المسنين، شو وضعهم؟ في عالم كتير بيرفضوا أنه هذا الوضع أنه ينحطوا بدار المسنين، وفي عالم أنه لا، يعني أنه الواقع أو الظروف أجبرتهم أنه يكونوا. كيف أنت ملاقية نفسيتهم بس رحتي، كيف كان التفاعل بيناتكم؟ نحكي على الجانب الإنساني أكيد. هلأ فعليا أنا وقت رحت لعندهم قلت لهم، أنا كان في صورة معينة كنت حاططها بذهني، ولكن وقت رحت لعندهم كان في صورة تانية تكونت بالنسبة إلنا.
نحن أخذين فكرة أنه مثلا أي كبير بالعمر خلص صار بسن معين لازم يروح على دار المسنين، وإنما لقيناهم هناك مثل أسرة وحدة عم يتفاعلوا مع بعض مثل جارتي ورفيقتي، وعم يتبادلوا للزيارات كانوا حتى بضمن الدار. لقينا الفكرة أنه لا، هن ما لهم أساسا مجبرين، يعني أنا مو مثلا مجبر أنه أنا صرت بعمر معين أنا لازم روح أقعد هني، لا يعني قاعدين بطوعية. كمان نحن بدنا نشوف الجانب الشق الثاني، أنه مثلا هل هو أولادهم سافروا، هل هن خلص مثلا عنده ظرف معين فاضطروا أنه هن مثلا يحطوهم هنيك عم ياخذوا الرعاية الجميلة، ولكن هذا لا يعني أنه نحن ما نزورهم، ما دائما نروح لعندهم. هذا الجانب الحلو اللمة اللي حوالين الصفرة برمضان، الجانب اللي وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. طبعا أكيد، يعني كمان خلينا نحكي عن الرسائل الصوتية اللي سبقت شهر رمضان. الفكرة كيف إجت وبصوت مين سجلتوا؟ الفكرة هي عدة نشاطات على شكل صبحيات، هاي الصبحيات بنتناول فيها موضوع معين. هاي الصبحية كانت تحمل رسالة صوتية. هلأ في رسالة ورانا. فبلشنا فيها، كان في معنا عدد كبير من المدربين، عدد كبير من الشخصيات الفعالة بالمجتمع، كل حدا منهم كان عنده رسالة حاملها وحابب يقدم لنا إياها. فكان في خلف الرسائل الصوتية وراء كل حرف في له رسالة، مثلا الراء هي رسالة، وراء كل سلوك في مقصد إيجابي، وراء كل سلوك في رسالة حابب يوصلها الإنسان. فأنا ما أطلع على الجانب ليش مثلا عندي إنسان معصب، طب أنا بدي أشوف وراء الرسالة من هالعصبية اللي هو عنده إياها لأقدر أنا أتفهمه وأتواصل معه صح. السين شو معنات السين؟ السين السلوك، السلوك الإنساني اللي لازم الإنسان يتعامل فيه مع الآخرين. الألف الانتباه لمن حولي، الانتباه لشخصي، الانتباه لذاتي، وكيف طريقة تواصلي مع الآخرين. والإصغاء، الهمزة الإصغاء، كيف أنا أكون مصغية وكيف يكون عندي استماع تعاطفي مع محيطي. ففعليا هي كان وراء كل حرف في قيمة، تمام، في قيمة نحن حابين نوصلها للسيدات والرجال يلي كانوا معنا ضمن هاي الصبحية. أكيد الرسائل كلها يعني مليانة بالمحبة والفائدة. هلأ أنا كمان السؤال سألتك يا تحت الهواء، أطفال الشلل الدماغي بدي أرجع لهم، كيف هو كان تفاعلهم معك؟ وقلتي لي في طفل انحفر بذاكرتك ومستحيل خلص تنسي لهذا الطفل. أكيد. المصاب بالشلل الدماغي، ممكن تحكي لنا عن هاي التجربة وكيف التفاعل؟ هلأ حقيقة نحن وقت رحنا كان في عدة نشاطات نحن بدنا نقوم فيها، من ضمنهم الغناء، الرقص، الرسم، تمام، حتى الرسم على الورق. بعدها كان في عنا مسرحية كنت أنا اللي عم أقدم لهم إياها. فلبست ألبسة تنكرية. حقيقة كل واحد منهم أعطاني انطباع كان رائع جدا، بس هذا الطفل كان انطباعه يعني مختلف عن باقي الأطفال، لأنه هو كان عنده شلل بنسبة 80%، فما كان بيتحرك منه غير وشه والضحكة اللي مرسومة على وشه. فكنت أنا عم مثل المسرحية وعم قلوا أنه نحن لازم نكمل وما في شيء بيوقفنا، ما في أي معيق حيوقف بدربنا، نحن رح نكمل طريقنا. فكانت الضحكة عم ترتسم على وشه والضحكة عطالة من جوات قلبه، يعني كان رائع جدا جدا. أكيد يعني أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، وبدنا نبعث معك تحية لكل الأطفال بيت الإبداع اللي فعلاً عم يتعلموا العطاء اللي هو اسمه ما بالوجود. شكراً لإلك وتحياتنا لكم وبالتوفيق إن شاء الله. شكراً كثير لإلكم ورمضان كريم على الجميع، وبتشكركم على استضافتكم. أكيد متشكرك لوجودك معنا، متشكرك على البسمة اللي رسمتيها على وجوه الكبار موجودين بدار المسنين والأطفال، والضحكة البريئة اللي خليتيهم تطلع من القلب. عن جد متشكرك على النشاط، وأكيد نلقاكي بحلقات قادمة وموفقة. شكراً كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. رمضان كريم. رمضان كريم. هلأ حننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر المستجدات على الساحة المحلية والسياسية والعربية مع زميلتنا سيفانا ديب. يسعد صباحك يا سيفانا. أبرز التطورات بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري ترد على خرق الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد وتدمر أوكارا لهم بريف حماة الشمالي. هذا مراسل إخبارية بأن وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الغربي أحبطت محاولة تسلل المجموعات الإرهابية على محور الحماميات والجبيل، وقامت باستهداف مناطق انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة في كفر زيتا والأربعين والزكاة والهبيت. أكد الكاتب والمحلل الأمريكي ستيفن ليندمان في مقال نشره موقع جلوبال ريسيرش أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018 ليس إلا مسرحية مزيفة رتبت لها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتحميل سوريا المسؤولية عن حادث لم يقع أصلاً. وصل الرئيس الأمريكي تصريحاته العدائية ضد إيران متوعدا بالمزيد من العقوبات الاقتصادية. ترامب وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز ادعى أنه لا يريد حربا مع إيران، لكنه عاد وشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يفضل المواجهة الاقتصادية حسب قوله. أعلن المجلس العسكري والانتقالي بالسودان عن الاتفاق مع القوى السياسية على استمرار جولات التفاوض بشأن الفترة الانتقالية أخذين في الاعتبار عامل الوقت. أقل المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحفيين: خلصنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تثبيت النقاط التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هيكل السلطة الانتقالية في مستوياتها المختلفة، الصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية. انتقد وزير المالية الفرنسي برونو لومييغ سياسات الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي، مؤكدا رغبة واشنطن برؤية دول التكتل الأوروبي مقسمة. وقال لومييغ في مقابلة مع قناة بي اف ام تي في في التلفزيونية: لأول مرة منذ عام 45 تريد الولايات المتحدة أن يختفي المشروع الأوروبي ويضعف، مؤكدا أن واشنطن لا تريد سوى أوروبا ضعيفة ومنقسمة. كانت هذه أبرز التطورات حتى هذه اللحظة. عودة إلى الزملاء بصباح نغير سمر وزينة. بيسعد صباحكم من جديد. شكرا كثير ويعطيكي الف عافيه. وهلا يا زينب لوين حننتقل؟ هلا رح نروح على سويدا ونشوف النشاطات اللي فيها احتفالنا باعياد نيسان وايار وانتهاء طبعا العام الدراسي اقيمه بمدرسه الشهيد حسين نكد بقريه سهوه بلاطه بيانا فنيا ضم العديد من العروض الفنيه لطلاب المدرسه. تفاصيل اوفى بتقرير مراسلنا شام حمدان. احتفالاً بأعياد نيسان وأيار وقرب انتهاء العام الدراسي أقيم في مدرسة الشهيد حسين نكد في قرية سهوة بلاطة بياناً فنياً ضم العديد من العروض لطلاب المدرسة. تقريباً نحن لنا حوالي 3 سنين من مشارك كل طلاب المدرسة اللي ما طلع له مشاركة بأي فقرة كان على الأقل يقدم أو يكون خلف الكواليس عم يشتغل أي شغل نشاط ثاني، المهم إنه يحس حاله إنه عضو فعال، فعم يحس بقيمته، عم يحس بقيمة هاي النشاطات اللي عم تتثمر، عم يستناها من فصل لفصل أو من سنة لسنة. طلاب عنا هني أمل المستقبل، هني الحلم الواعد اللي جاي لبكرة. فنحن طبعا بنحاول ان ننمي جواتهم الروح الفني، التذوق الفني، وعلى هذا الاساس اشتغلنا، وان شاء الله يكون بمستوى التعب اللي اشتغلوها الطلاب.
بدايه الحفل معرضا فنيا ضم الكثير من المشاريع التي قام طلاب المدرسه بتنفيذها، والكثير من اللوحات الفنية والمجسمات والمنتجات التي قام طلاب المدرسة بتقديمها خلال العام الدراسي. نعمل منذ بداية العام على اكتشاف المواهب عند الرفاق الطالعين، وذلك من خلال المشرفات المختصات ضمن الصف. هذه المشرفة المختصة ضمن الصف تعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها والتواصل مع المجتمع المحلي لتنمية هذه المواهب. كما نشاهد حاليا هذه المواهب في نهاية العام تثمر هذا العمل المجدي. إحنا أطفال سوريا من كل أطفال العالم، إنه نحن بنتمنى السلام لكل العالم وكل عام وأنتم بخير كأطفال، إنه كل سنة بنعيد أعياد نيسان وأيار، ولنا نعزز قيمنا الوطنية. الهدف من هذا المعرض هو تشجيع الطلاب وإبراز مواهبهم وأنشطتهم والمساهمة في تنمية العمل المشترك فيما بينهم. محطتنا الأخيرة يا زينب، مع الفن التشكيلي ومساحة من الإبداع والتميز حققتها أكيد ريشة الفنان التشكيلي ابن محافظة السويداء من تثبيت رؤيته الفنية ضمن مشهد الفن التشكيلي السوري، يلي أكيد رح نتحدث عن واقعه والأنشطة المتعلقة فيه بين المعارض والصالات. أكيد يعني رح نكون مع الفنان التشكيلي ناصر عبيد مهندس ديكور وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الفنانين التشكيليين، طالب دراسات عليا بالعمارة الداخلية ومحاضر بكلية الفنون الجميلة بدمشق وصاحب صالة منتدى الفن الارت فورم. يعني ما شاء الله عليك، رمضان كريم. الله يخليكي، يسعد صباحكم، ان شاء الله تكون كمان بوجودكم صباحنا غير بهالجو اللطيف والجو الحلو. اكيد صباح يسعد صباحك ورمضان كريم. بالبدايه بدنا نبلش بالتحديات، شو هي التحديات اللي ممكن تواجه الفن التشكيلي بسوريا؟ من الملاحظ انه الهجمه الشرسه اللي واجهتها سوريا استهدفت بالكامل التراث السوري الحضاري اللي عمره آلاف سنين قبل الميلاد. هاي الاستهداف هو تدمير للحضارة السورية، تدمير للفن السوري اللي كان هو فعلا اللي ظلت آثارنا، متاحفنا، صالاتنا الجميلة، مدننا الجميلة، كلها تستهدفها هذا العدوان البربري الهمجي اللي بده يرجعنا آلاف سنين لورا. هلا نحن بالنسبة لنا نواجه بالكفنانين تشكيليين مرحلة إعادة أعمار، فالمطلوب منا انه نحن ناخذ دورنا الصحيح، دورنا الصحيح بعمل الترميم، بالمحافظه على ما بقي، باستكشاف الجديد، نربي جيل يفهم ما هو التاريخ تبعه، يفهم القطع الاثريه، يفهم يعني لشو اسمه سوريا، لشو استهدف سوريا. فنحن دورنا هون بنسال نفسنا شو دور الفنان بالمرحله، وكيف ممكن نسهل له عمل الفنان ليقوم بشغله. فنان مبدئيا كشخص كفرد غير قادر انه يقوم بهي المهمات، في اتحاد، في وزاره، يفترض نحن جميعا ان ناهل او نخلي الفنانين التشكيليين كمجموعه يقوموا بدورهم الصحيح بالمرحله القادمه. نعم، يعني دائما بيقولوا الفنان هو ابن بيئته وابن منطقته. خلينا نحكي اول شيء، سوريا يعني متنوعه بطبيعتها وبكثير من اللوحات الفنيه الطبيعيه. خلينا نحكي عن بشكل خاص السويداء محافظتك، بعدين ننتقل للمناطق اللي تستهويك او فيك هيك ترتاح لحتى تعمل شيء لوحه فنيه تشكيليه جميله فيها. السويداء طبيعتها البيئية المناخية ووجود مجموعة من المدن الرومانية القديمة اللي هي المدن العشر الأولى، معظمها كان موجود ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مثل شهبة، مثل قنوات، مثل سيع. هالأثار الموجودة هناك كأبناء منطقة ربيوا بناتها، فكان يشوفوا المنحوتات، كان يشوفوا التماثيل، كان يشوفوا المعماري كيف يشتغل، كان يشوف الزخرفة كيف تنشغل، فربيو بهي البيئة، بالإضافة للطبيعة الجميلة اللي كانت موجودة، بالإضافة للاغتراب اللي خلانا نتواصل مع الدول الخارجية. هالمغترب إجا حامل مفهوم كمان، هذا خلق بيئة بتلاحظيها بكلية الفنون الجميلة، إنه العدد الأكبر أو النسبة والتناسب ما بين عدد سكان المحافظة وعدد طلاب كلية الفنون الجميلة، بتلاقي نسبة عدد طلاب المحافظات نسبة لعدد سكانها هن الأعلى بشكل دائم. نعم.
نعم أكيد تختار الموضوعات أكيد بدقة وأرضية معينة وهدف معين. ممكن نحن أنه نعرف كمان أكيد عنك أنك دائما تسلط الضوء على الآثار والتاريخ وحتى المستقبل الحضاري اللي حيصير. وهلأ بدنا نحكي أكيد عن صالة أرتفورم، حكي لنا عنها وسبب كمان الاختيار لها وسبب اختيار الاسم وكل شيء ممكن تحكي عنها معلومات. هلأ الصالة منتدى الفن أو الأرتفورم هي عبارة عن المكتب الخاص تبعي، أنا لا أحتاج منه إلا الطاولة وجهاز الكمبيوتر تبعي، ضل في عندي مساحة، هاي المساحة أنا سميتها مساحة فرح. من 5 سنوات أنا بستضيف مجموعة من الفنانين بمعارض فردية وبمعارض جماعية بورشات عمل بلقاءات فنية، حتى أحيانا بكون خارج الصالة. الفكرة الأساسية أول شيء لرفع الذائقة البصرية عند المتلقي العادي، يعني ما في صالة كلياتهم بيقدموا شيء جميل، بس انا متكفل او انا حاطط بذهني انه لازم انا بلش من الصفر مع المتلقي. يعني نحن دائما بكل سنه بنبلش بمعرض اسمه معرض دراسات اوليه سكتشات، بنخلي المتلقي يعرف انه كيف فنان بفكر، كيف بلش يبني لوحته، من شو بتبلش اللوحه، كيف تنبنى، يا ترى انا ليش بحب اللوحه، كيف انا بدي اقرا اللوحه، كيف بدي افهمها. من هالمنطلق أنا أخذت هذا الموضوع على عاتقي، والفضل أنه صار في حوالي 60 معرض أو أكثر إضافة لمجموعة من اللقاءات والورشات والعمل، واستطعت بجهد شخصي أن أقدم تكريم لمجموعة من الفنانين السوريين اللي فعلاً بيستحقوا التكريم ولو كان بجهد بسيط وشخصي. نعم انتقل لمعرض ثاني، معرض فيروز وشام. فيروز وشام خلينا نحكي عنه شوي. من نفس المبدأ اللي أنا عم بحكي فيه اللي هو كرموا أحياءكم، اللي حكيته أنا بشوي إنه نحن كرمنا مجموعة من الفنانين. فكرة فيروز وشام، فيروز إلى خصوصية لأنه يعني التكريم الأول هو لوطني، يعني التكريم الأول لوطني، ولقامي لقامي جميلة جدا ونحن ربينا عليها كلياتنا اللي هي السيدة فيروز الله يطول بعمرها. هلأ عم نستعرض مجموعة من الصور واللوحات. الفكرة هي بكل بساطة هي عبارة عن صورة ضوئية أنا صورتها بكاميرتي وأسقطت عليها إسقاط شعر من اللي بتغنيه السيدة فيروز، أو العكس بالعكس، أحيانا مثلا أنا بسمع فيروز وبتخيل اللقطة فبصورها. فالفكرة هي بكل بساطة هي العلاقة ما بين فيروز أقامي وما بين سوريا. والجميل أنه معظم الأغاني الوطنية اللي غنتها لفيروز غنتها كانت بتغني لدمشق وبيروت سوا أو لسوريا ولبنان سوا. معظم القصائد اللي بتشوفيها بتلاقي أنه في دائما في تحية للبنان من سوريا والعكس بالعكس. فأنا هاي استهوتني الفكرة وعملت أربع معارض. في معرض كان اسمه شئام أهلوك أحبابي، في معرض كان اسمه فيروز وشام. المعرض الأول اللي أنا سويته ضمن هذا المجموعة اسمه شآم وما المجد أنت المجد لم يغلبي. أكيد استوحيت من أغاني فيروز إنها لوحات فنية عم بتحاكي كمان الإرث التاريخي والحضاري بمحافظة السويداء ودمشق. هلأ كمان بدنا نحكي إلى كل فنان له رسالة بهالدنيا، شو هي رسالتك؟ ممكن تحكي عنها وبدنا نعرف كمان مشاريعك القادمة شو هي؟ الرسالة أنا قدرت أني أوصلها بطريقة كتير كتير بسيطة وجميلة. أنا آخر معرض اللي كان رقمه 16 كان بالبرتغال، كان عن مدينة دمشق، حوالي 26 عمل بالأبيض والأسود يحكي قصة مدينة دمشق اللي هي أحياءها اللي هي أزقتها اللي هي بيوتها اللي هي المشربيات اللي فيها اللي هي ناسها اللي فيها حركتها. المعرض اللي أنا بكل بساطة وصلت من خلاله ومن خلال المعارض يعني، بس هذا اللي كان تقريبا الرسالة الأوسع. أول شيء أنا وصلت رسالة سلام ومحبة من سوريا للعالم انطلاقا من البرتغال. الفكرة الثانية أنه أنا قدمت بحث علمي كلية العمارة اللي انعمل المعرض إلهم، فأنه شافوا مدينة كان إلها ساحاتها، كان إلها بيوتها، كان إلها بوابها، كان إلها طريقة معينة بالبناء، عرفوا شيء جديد، عرفوا تقنيات البناء، مواد البناء. الفكرة الثانية اللي قدرت أوصلها أنه كمان يعني هاي البلد
لا تتوهموا انه مثلا الحرب، لا، نحن دمشق بعد صامده وبعد جميله جدا جدا، ونتمنى انه ترجع الجروبات السياحيه ويرجع الناس ونشوفهم بيناتنا، يعني لأن هذا بلد مضياف. فأنا من خلال هذا الموضوع قدرت وصلت الجمال اللي موجود بسوريا للعالم. أكيد. يعني خلينا شوية نحكي بشكل أكثر عن المشاركات العالمية، خاصة بهي المرحلة كل فنان بأي مجال كان عم يوصل لأي منبر عالمي عم يحمل رسالة وطن بأكمله. خلينا نحكي عن هي المشاركات. هلأ هذا معرض فردي كان. المعرض الفردي أنا تقدمت فيه من حوالي 3 سنوات لأعمل معرض بالبرتغال تحديداً بضمن الجامعة، وكان الصدى تبعه جميل. حضر الرئيس البرتغال السابق، افتتحه ووزير خارجيته الحالي، واقتنوا الأعمال هاي ووضعوها بمكتبة تبعية الجامعة، مكتبة عم بيأسسوها جديد. فأنت يعني بغض النظر عن الاسم اللي وراء اللوحة، فأنت عندك 26 عمل ضوئي، لوحة فنية موجودين بالبرتغال بجامعة بابر تحكي عن دمشق وبالأبيض والأسود. فالفكرة اللطيفة منشجع كل الفنانين التشكيليين اللي موجودين بسوريا للمشاركات الخارجية، ووصلوا رؤيتهم، وصلوا محبتهم، وصلوا كيف يشوفوا البلد، وصلوا نوين نحن وصلنا بالفن. يعني يفترض أن يعرفوا، لأنه هاي البلد اللي اسمها نحن سوريا فيها أقدم رسم جدار، يعني أقدم لوحة رسمت على جدار من بناء الإنسان. إحنا بنعرف إنه دائما بقولوا إنه الرسومات الأولية هي موجودة بمغارة غلاسكو أو بالكهوف القديمة بالتيمبرا أو بفرنسا بإسبانيا، لكن ليكون عندنا علم إنه أول رسم جداري رسم على جدار بناها الإنسان هو في سوريا بمنطقة بشمال حلب على نهر الفرات من حوالي 9000 سنة. وهو أقدم، رغم أنه يعني الإعلام بشكل عام بيدعوا أنه أقدم رسم جداري موجود بتركيا، الرسم الجداري اللي موجود بتركيا عمره 1500 سنة قبل الميلاد، يعني 3500. الرسم السوري عمره 9000 سنة، مرسوم بالأبيض والأسود واللون الأحمر ومساحته 2 متر مربع. هي معلومة جديدة بس حلوة كتير، حلو أنه نسلط الضوء على شغلات أو قصص أو تاريخ يعني ما كل العالم بيعرفوه. هلأ نحن بمرحلة أكيد إعادة الأعمار، كيف بتشوف واقع الفن التشكيلي اليوم؟ إضافة للمعلومة كمان نحن ما بدنا ننسى أنه أقدم بيت بني للإنسان بالعالم كبيت هو البيت اللي موجود بالمريبط، يعني هذا أقدم بيت بناه الإنسان. يعني نحن عنا شيء اسمه أقدم، عنا شيء اسمه أول، لكن بتمنى وكان في حكي مع الأستاذ رامي هلأ أنه نقدر نضوي على هالقضايا هاي اللي نحن معظم الشعب ما بيعرف شو هي سوريا. هلا بكل بساطة بألمانيا عندهم نوع من السلايدات بتحدد بكل فترة وين كانت موجودة المستوطنات البشرية أو الحضارة البشرية، بيحطوهن وراء بعض، كل مرحلة سلايد. لما بتجمعيهم بتلاقي أكبر تجمع، أكبر عدد نقاط من المستوطنات البشرية والحضارة البشرية هي في سوريا. يعني هذا بجامعة بألمانيا. بالنسبة لنا كفنانين تشكيليين بالمرحلة القادمة، يعني افترض نفهم هذا الموضوع، نفتفر الحافظ علينا، افترض نمشي فيه. والجميل أنه رغم الأزمة وخلال السنتين الماضيين كان في نوع من العطش عند الفنان التشكيلي وعند المتلقي، فبتلاحظي انه يعني صار في نوع من الثورة او الفورة اللي بمجال الفن التشكيلي. بتلاقي انه كل اسبوع عندنا معرضين او ثلاثة او اربعة، معرضين او ثلاثة او اربعة. حتى واجهنا مشاكل انه كنا ننتقل من صالة المركز الثقافي لصالة عشتار لصالة كامل بنفس النهار لنقدر نحضر معرضين ثلاثة او اربعة. اكيد. ففي عطش وفي عند المتلقي وعند الفنان ليقدموا شيء وليشوفوا شيء. أكيد. يعني نحن بنتشكرك على كل هي المعلومات الجديدة يمكن اللي عطيتنا إياها، ونتمنى لك التوفيق أيضا ولدعمك للفن التشكيلي حتى للشباب يمكن الموهوبين. وأنا مبسوط بوجودكم. شكرا. نحن انبسطنا بوجودك، سلامات لك وللعيلة ولكل الطلاب اللي طبعا عم تشرف عليهم. شكرا لوجودك. شكرا. أكيد. بنتشكرك لوجودك.
وجودك معنا. فنان مميز، شكرا كثير ورمضان كريم. شكرا لكم، شوفكم دائما بخير وصباحكم خير. صباحك. ولهون زينب بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، بنلتقي بكره على الساعه 10. ولكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا اكيد على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تحيتنا الاولى والاخيره لرجال الجيش العربي السوري، واكيد بنلقاكم بكره وتبقوا بألف خير. ويعطيكي الف عافيه يا زينب. يعطيكي الف عافيه سمر، انبسطت اليوم اني كنت معك. اكيد بدي اقول لكل المشاهدين ان شاء الله افطار اليوم شهي مع العائله، واكيد اسمعوا نصائح اللي اعطيناكم اياها اليوم بشأن التغذية. ما في أحلى من الفرح واللمة والعيلة والمحبة. أكيد كل يوم الصبح الساعة 10 حنطلع عليكم. ونتشكر مرة تانية مطعم قصر اللؤلؤ على استضافتنا، وعالية الغبرة مصممة الأزياء على العبايات. شكرا لكم وباي باي.